مذيعة ورائدة أعمال، شخصية مؤثرة، طموحة ومثابرة. شغفها الإعلام رغم دراستها للاقتصاد. ثقافتها العالية جعلتها شخصية قريبة من الناس. إعلامي سعودي، معد ومقدم برامج تلفزيونية وإذاعية، متعدد المواهب في التمثيل والغناء، يعزف ويلحن، يلقبه الجمهور بصوت الشباب. رحبوا معنا بمقدمي حفل الليلة، إنجي كيوان وفيصل الزهراني. ومشاهدينا الكرام، مساء الخير، أهلا ومرحبا بكم في مهرجان ضيافة 2019 في دورة الثالثة. نلتقيكم هنا في دانة الدنيا في مهرجان ضيافة الذي أصبح اسما كبيرا وعلامة فارقة بين المهرجانات العربية والدولية. مساء الخير إنجي. مساء النور فيصل وحضورنا الكريم والجميل ومتابعينا عبر الشاشات. Good evening and welcome to DIAFA 2019 where we bring you the best and most successful personalities in the Arab world. مكرمون اليوم، فيكم الصفقة. سأفولي سأفولي. مكرمون اليوم تميزوا وأبدعوا فاستحقوا التكريم في ضيافة المهرجان الذي يترقبه العالم العربي كل عام وعيونه على المكرمين وإنجازاتهم. حفلنا اليوم مميز برؤية إخراجية للمخرج المبدع وليد نصيف وفريق الإنتاج كامل. Ladies and gentlemen, tonight is monumental. From Dubai to the rest of the world, we are live on so many channels. Dubai TV, OSN Yahala First HD, MBC وناسا, LBC, القاهرة والناس, الرابعة راديو, and of course, our social media accounts and live broadcasts.